متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. خلال الدورة تاع مجلس مدينة الدار البيضاء اللي انعقدت في 19 أكتوبر 2022، فجر المستشار الجماعي حسن القفيشي واحد القضية تتعلق بالمشاكل اللي تعرفها تشكيل مجلس تاع مقبرة الغفران. من أجل مناقشة القضية هذه والاستفادة في النقاش حول هذه النقطة هذه، نستضيف السي حسن القفيش باش يعطينا توضيحات حول هذه القضية. سي حسن القفيش مرحبا بك. شكرا سي أحمد. سي حسن، في خلال الدور تاع 19 اكتوبر 2022 لمجلس مدينه الدار البيضاء، طرحتي واحد النقطه تتعلق بالمشاكل اللي تتعرفها من مقبره الغفران وقضيه عدم تشكيل مجلس التعاون تاع مقبره الغفران. اش وقع بالضبط في هذا؟ اولا جرات العاده بعد انتخاب كل انتخابات تاع الدوز تتنتخب من بعد تتشكل المجلس ديال المدينه، رئيس ونواب وداكشي الاخر. من ضمن هاد الناس تتشكل واحد ديال مجموعه الجماعات، بحال مثلا الغفران اللي هي مؤسسه تعاون الغفران، تنتخبوا 4 ديال الناس منتخبين من مجلس مدينة الدار البيضاء بالنسبة للغفران، و4 المقبرة ديال الرحمة. حنا اللي تهمنا الآن اللي تنتكلموا عليه هو الغفران. 4 ديال الناس، وعلى أساس عملات مديونة بحكم التراب ديالها اللي فيها المقبرة وفيها كل شيء، والتسيير كاين في إدارة في العملة ديال المقاطعة ديال المسك كإدارة. تيتشكلوا 3 تما و4 هي 7، من هذه تشكلوا يطلع رئيس اوتوماتيك تيكون رئيس من المدينه. فاذا بي دابا تفاجئ انا دابا 4 طلعوا من المدينه ومديونه، ولا تيقول لك السيد العام ديال تما 9 ديال الناس. هذا ما عرفناش القانون شنو تيقول، ولينا حنا حايرين. اذا يعني ولاو هما اكثر منكم، ولاو هما اكثر منا، وحنا تنتشبتوا باش تكون الرئاسه تكون عندنا حنا، بحكم حنا اللي تنصرفوا. حتى من خلا واحد من الكليان تيجيو للمقبره، تيجيو من مدينه الدار البيضاء. اما بالنسبه للمديونه راه اغلبيه عندهم مقبره دم قليل تيجي تما. هذا هو المشكل كاين هنا، كاين واحد الخلاف. يعني عدم تشكيل تعد المجلس هذا يؤثر على التسيير تاع هذا المقبره؟ معلوم تيأثر. الان دابا مقبره الغفران الان فيها الفوضى، فيها ما كاينش، ما عرفناش شكون تيسير لحد الساعه، فيها الفوضى المطلقه. لا تسيير لا حراسه لا حتى شي حاجه. والغريب في الامر هو دابا الناس تيعانوا اكثر. السيد دابا انا مثلا نعطيك مثال، دابا انا واحد مات جاري ولا عائلتي ولا شي واحد، ولا انا كمنتخب بغيت تمشي مع تما، مشكل خصك تحط طوموبيلك واحد 2 كيلومتر 3، وخصك تمشي ضرب واحد المسافه واحد الفوضى في الحقيقه. علاش حاولوا تيحبسوا طرحت هذا الاشكال ولا الاشكال تاع المشكل الاجتماعي ولا مطروح في هذيك المنطقه، وانه ولاو تيحبسوا الناس ما تيخلوش يدخلوا السيارات ديالهم داخل المنطقه؟ اولا هادشي كان بدا ايامات كورونا، بدات كورونا بدعوى حق الناس غادي يكونوا كثار الى اخره، غادي كاين الوباء. ولكن بعد سميتو بعد كورونا خص يفتحوا الناس يخليهم يدخلوا، خاصه بالنسبه للمسنين والعجازات. الاجراءات شوف ما غادي يخلقوا حتى مشكل. تيدخل السيد بالسياره ديالو وتيستوصينا في الطريق في البلاصه العاديه، وتيحضر الجنازه ديالو، من غادي يكمل تيرجع وتيخلص ذاك الباركينغ ذاك الكارديان وتيمشي. اذا علاش الناس تخلي تحطو برا؟ الناس يتكرفصوا، وبعد ما تيحطوا الجدرميه تما وما يخصوش يدخل. وكاين بعد ما تجي غير الزياره تجيب كارت طلب كارما الجامعه، تيجي تجيب واحد المجموعه ديال النساء مساكن ما عندهمش الصحه، وتضرب لك 3 كيلومتر. اغلبيه تيجي يعني الناس ولاو محرومين على زياره الطابير على قبل محرومين من حقهم. الوقت اللي هذاك حقهم. اقل ما غنديروا ذاك الميت على الاقل نكرموه بهذيك الزياره وبالدعاء ديالو، ماشي غادي يخرج من داري صافي راه. اذا ملي يموت شي واحد خليه يمشي لراسو، يدي لامباز دي اخو دي دفنو شي، حنا بلا نمشيو حنا. وحنا جرات حنا كدوله اسلاميه والى اخره، وحنا تامنوا بالله سبحانه وتعالى ورسول الله، خصنا نكرموا الميت ديالنا. هذه القضيه تاع المقابر، ونرجعوا قبل ما نرجعوا لقضيه المقابر وطريقه الاهتمام بهم على مستوى ماشي غير الدار البيضاء، على المستوى الوطني باستثناءات قليله. إذا أخذنا غير مقارنة ما بين مقبرة الرحمة ومقبرة الغفران، مقبرة الرحمة أكثر تنظيما من مقبرة الغفران، علاش زعما؟ هادو في نفس المنطقة وفي نفس هو كان غادي بجوج مزيان، ما نكذبوش على راسنا، كانت مقبرة الغفران كانت غادي في أحسن مستوى، ولكن من الكورونا هنا حنا قلنا وقع مشكل. كاين مشكل ديال التسيير، ما كاينش هذوك الناس الحراس اللي كانوا يتخلصوا، ما بقاش اللي غادي يخلصهم. ولكن كاينه فوضى، بالعربيه الفوضى. كاين المقاول عنده هو تيدير واحد الدور ديالو، هو اللي بقى تما، ما كاينش من غير مقاول. المهم غير مقاول بالنسبه لدابا السلطه تتعامل معك برا، تقول لك انت ما خصكش تدخل، هذا هو الحد ديالها. ايامات كورونا حقيقه كان مشكل مطروح، ولكن المخلفات ديال كورونا هو هذا. لان دابا صبحت فوضى، دابا كان واحد الوقت راه تصب الطرقان ودار الزيتون تما ودار، ما نكذبوش على روسنا، كانت احسن مكان. لا بحال لا الرحمه ولا هنا، حنا كنحضر. ولكن دابا كاين الفوضى،
كاين الفوضى مطلقه ما عرفناش غادي يمشيو. هذا هو السؤال المطروح دابا. هذه الفوضى اللي هضرتي عليها علاش المقابر تاع المسلمين تقريبا تتعيش الفوضى مقارنه مع مقابر تاع النصارى ولا اليهود؟ علاش يعني جميع المظاهر السيئه تلقى في المقابر؟ علاش هذا الشيء؟ بحق ترجع ترجع الاخلاق، الاخلاق ديالنا. نعطيك مثال دابا، الا مشيتي لتطوان، انا واحد المقبره بين تطوان ومارتين انا مشيت ليها، احسن مقبره شتا عجبتني. وهذا هو اللي خصو يدار. الى شفنا دابا المقبره مثلا ديال اليهود اللي تجي من احسن، حتى هو الدور ديالنا، الدور ديال المجتمع المدني والدور تاع المنتخبين تسمى الدوله والمجتمع. دائما تنقول لك الدوله هي المنتخبين، هي التسيير، هي السلطه، هي 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 المجتمع المدني. وكان القطاع تاع المقابر عاد المجالس المنتخب، اي عاد المجلس المنتخب. لكن هذا ما تيمنعش يكون مجتمع يدخل. اذا دخل واحد لدى المقبره دابا راه ماشي غير غفره، فين مشيت المقبره فين تضفوا دابا. ولكن كاين هذا المجتمع المدني، هضرت على المجتمع المدني، كاين هذيك الحملات تيديروها بعض الجمعيات تيديروها عفويا، تيجيو تيديروها. انا تنتمناو هذا المشروع ديال الاوراش دابا اللي كاين على مستوى مدينه الدار البيضاء، تنتمنى يساهم، لان ربما وقع شي تغفلات المقبره راه كاين في المؤسسه ديال التعليم، وكاين في الملاعب. تنتمنى مثلا المديونه اللي عندها الدور ديالها وتتبع عليها الطلب ديالها، هذاك المشروع ديال الاوراش يدخل المقبره. هذه مناسبه غتخسر في واحد الاموال كثيره، على الاقل هذه المقبره يمشي الشباب تيهتموا بها. اي الناس تخلص دابا هذه الاوراش، دابا غيدخل السيد غادي يخدم وغيتخلص، غيدخل بالسميك ديالو. وعلاش لا ما ندخلوش هذه المقبره؟ نتمنى من العمل ديال المديونه اللي بولي تابع تما، هي البرامج الاوراش هذه الجمعيه يدخلوا ويديروا الدور ديال منها، تيستافدوا ماديا منها، تيستافدوا مستقبلا كيفاش خصنا نبداو نسيروا. فاش نسيروا مقبره الغفران دابا شحال باقي يستخف الزمان باش يتم الملعب؟ هو تقريبا دابا كاين ذاك البيبينير اللي تما دابا تيحيد، اول ما تيحيد يدخلوا لنا البيبينير هذاك البلاصه تابع المقبره. على حسب تقديرات الناس اللي عارفين بين واحد 3 سنين 4 سنين صافي 3 سنين تسد مقبره هذا الشيء. لا هذا هو التقديرات. والدار البيضاء وفرات شي مقبره جديده دابا؟ كاين دابا كاين ماشي نقاش، ولكن الارض فيها 119 قطار هكتار، كاينه في ولاد حصار. هي واخا حتى هي مشكل بيني وبينك لان بعيده. الا انا اللي بغيت تمشي دابا من تما لواحد حصار معيته تفوت السبيت واحد 5 كيلومتر 6 كيلومتر، هذا مشكل. اذا دابا زومبيلونس مثلا ديال الجامعه غيديك نازله واحده في النهار، لان يستحيل باش يمشي. اذا صليتي الجمعه هنا ومشيتي ما غترجع حتى السد عشيه، هذا مشكل بعيد. اخر ولكن ما عندنا ما نديرو دابا، الدار البيضاء هي هذه. حنا تنتمناو الناس اللي تيفهموا بوزاره الاوقاف والداخليه، تنتمناو ان شاء الله يفكروا كاين الارض يشوفوا فيها كاين الارض. حدا الارض دابا قل تما، علاش بالضبط حنا نمشيو لتما؟ على الاقل نقربوا مقبره تكون سيدي. حنا هذا الشواذ راه كاين الشواذ تما وكاين المقبره والسكان راه كاين، ما كاين حتى شي مشكل. علاش مشينا ولاد حصار؟ لان مشكل تمشي دابا واحد 20 كيلومتر راه بزاف. اذا باش باقي بينا وبين المطار؟ إيه المطار راه بعدناه، راه كاين تما مزيان خصو يكون. علاش نبعدوا المقبره؟ على الاقل انا بغيت نزور با ولا نزور مي ولا نزور جار ولا شي حد، غير عندي مشكل. غادي مشكل ديال الترونسبور، مشكل ديال بزاف ديال الحوايج. ونتمناو ان شاء الله دابا غادا الامور غادا في هذا الاطار، غادا الامور لحد الساعه. ولكن تنتمناو وانا السيد الرئيس تقدر تكلمت معها حبيا، قلت له دير على حساب المفاوضات اللي كاين دابا بينكم وبين السيد العامل. على الاقل قصح قلبك، لان المفاوضات راه قاصحه. انا جرى تسجيل، حنا تعلمنا شيء كثير، لانه مثلا في المفاوضات كان تيقصح، لان يستحيل الدار البيضاء عندها 600 مليون تقريبا تتصرف على ديك المقبره، وكاين على مقبره الغفران. على مقبره الغفران وكاين مداخل حقيقه ندخل، ما بغيتش نقول لا. والناس اللي دفنوا تما كلهم مدينه الدار البيضاء يجيو من كل قنت. ولكن حنا تنقولوا حنا مثلا الناس اللي تيساهموا في المداخل ديال المقبره هي مدينه الدار البيضاء. يستحيل اننا بغينا ولا كرهنا، يستحيل تجينا. حنا ماشي ضد شي جماعه ولا مديونه ولا سويتسير، ولكن التسيير خصو يكون عندنا حنا. هذا هو تنتشبتوا به حنا. الا ما كانش راه وصلوا بعض المنتخبين ربما اللي هما تنتخبوا باش يسيروا تما، راه وصلوا واحد الدرجه باش يقدموا استقالتهم. وكاين حتى اكثر من هذا، بعض الاخوان اتصلت بهم البارح قال لك حنا الا ما يمكنش نديروا وقفه تما، وقفه داخل المقبره نعرفوا شنو السبب، لان هذوك البشر تيجي تما، دوك الناس اللي يجيو يزوروا او اللي يدفنوا من الى هما اللي تيصوتوا علينا، هما اللي تيوقفوا معنا. اذا لحقت الوقت اللي خصنا ندافع على دوك الناس. الا ما دافعناش عليهم هما واباه ولا مميتين، علاش غندافع عليه؟ انا ما عندي ما ندير ليه، اقل ما غنديرو هو نجيب الامبيلونس، نجيب لي شي حفره لقيتها وندير تما وندي ندفنو ونمشي معاه وندي الاجر ديالو. شي حاجه اخرى ما تنعطو حتى حاجه، اقل ما غادي ندير هو الكرم وميت. شكرا سي حسن، شكرا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاصل، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.